السلام عليكم، اهلا بيكم. معاكم ابراهيم صلاح، عاملين القناه. اعرفكم نفسي، انا ابراهيم صلاح، طبيب مصري. انا شغوف جدا بالتعليم الطبي ونشر المعرفه الطبيه، وده كان هدف رئيسي من تاسيس القناه. في القناه هنا انا بشارك تجاربي الشخصيه، تجاربي في دراسه الطب وتجارب الاخرين برضو، بحيث ان يعني اخواتنا اللي بيدرسوا او خلصوا دراسه الطب يستفيدوا منها من خلال يعني إرشادات ونصائح وفيديوهات صغيرة كده نتكلم عنها، عن حاجات أثناء الدراسة ذات نفسها أو طرق السفر بعد الدراسة. فالقناة هنا عليها محتوى دسم للغاية عن كل طرق السفر المختلفة، وطبعا أولهم طريق اليوسيملي. القناة فيها بلاي ليست عليها إجابة لكل تساؤل ممكن تسأله لنفسك في باص واي اليوسيملي أو المعادلة الأمريكية، وكذلك الباسورد المختلفة. زي ما قلت، انا شغوف بالتعليم الطبي، انا بدرس المواد الطبيه فتره كبيره، وطبعا خصوصا اليو اسمبلي. يعني انا مؤسس يو اسمبلي جيت، وهي نظام تقديري لليو اسمبلي، سواء ستيب 1 او ستيب 2. كورسات تحضيريه ومتابعه وحل اسئله، كتير من الناس اعتمدت عليها في التحضير لامتحانات اليو اسمبلي. الحمد لله. نحن ان شاء الله اسيب لكم طرق للتواصل معانا في لينك في الديسكربشن بوكس بتاع الفيديو. الهدف الرئيسي من القناة هو نشر المعرفة، عشان كده مفيش حد فيكم يتردد ان هو يبعت لي سؤال، سواء في كومنت او سواء في رسالة، وانا اول ما بتاح لي فرصة انا بقوم اصلا واخد السؤال وعامله شكل بوست، بحيث ان الناس كلها تستفيد، او ان انا اعمل منه فيديو هنا على القناة. هدفنا ان احنا كلنا يبقى عندنا وعي طبي، وعي طبي، مش وعي طبي عام، وعي طبي كحد بيدرس طب. يعني اذاكر ازاي بشكل كويس، اجيب درجات كويسه ازاي، امشي في الباسوي المعين ده ازاي. ده الهدف الرئيسي من القناه. عشان كده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، شيروا المحتوى مع زمايلكم عشان يستفادوا. خليكم متواصلين دايما، اشوفكم في الفيديوهات القادمه. السلام عليكم.